بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك كتابه اينما كنتم. قطار الاهلي من الذهب الى الماسي باذن الله. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقه 580 من برنامجكم ملك كتابه. حلقة الاثنين فيها الكثير من الموضوعات المهمة، لكن هذه أبرز العناوين. مقالي ومقاله عندما يهنئ الملكي الملك. الغربال الطمع المشروع. بعضمة لسانه انسى عمرو. الشموع الحمراء رجل الاقتصاد والسياسة والأهلي. أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى متنوع يا باشمهندس، عندك تعليق قبل ما نخش في الموضوع؟ تعليقي إن ربنا قدرنا ناخد هذا المحتوى كله النهاردة بإذن الله، لأن كلها فقرات مهمة. كلها فقرات مهمة، لكن البداية دايما وأبدا مع مقالي ومقاله عندما يهنئ الملكي الملك. النادي الأهلي مكانته، سمعته، انتصاراته، احتفالاته، احتفاءاته، فرحة جماهيره عابر للحدود الحقيقة. ملك البطولات الذي لا يشبع. أعتقد هناك أصداء عالمية كبيرة لتتويجات الأهلي يا باشمهندس. هو السنة دي بالثلاثية يعتبر موسم ذهبي للنادي الأهلي، ويبقى اتنين سوبر، واحد محلي وواحد إفريقي. لو خد الأولانية اللي هو الإفريقي هيبقى بلاتيني، وإذا استكملها هيبقى الماسي. هيبقى موسم يصعب تكراره على مستوى العالم، ان الاهلي كل البطولات اللي دخلها يوفق فيها باذن الله، وهو طموح مشروع. ده طموح مشروع، لكن القيمه الحقيقيه الحقيقه والتقدير لما تشوف الانديه العالميه، تشوف الفيفا وهو بيشيد بالنادي الاهلي، تشوف الصحف العالميه وكبريات المواقع العالميه بتشيد بالاهلي وبانجازه، وتلاقي ريال مدريد الجالس على اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات القاريه. ريال مدريد النادي الملكي العالمي الكبير يهتم بتتويج الاهلي الافريقي وحصول الاهلي على اللقب التاسع في افريقيا، فيرسل ريال مدريد برقيه تهنئه الى النادي الاهلي، ارسلها الى الصديق العزيز محمد سرحان عضو النادي الاهلي لينقلها الى اداره النادي الاهلي. هقول لكم ليه سرحان، لكن خليني الاول اقول لك، انتوا هتشوفوا نص البرقيه بالانجليزي دلوقتي على الشاشه، ده النص اللي ارسل. وعزيز محمد، اتمنى ان تكون انت وعائلتك بصحه جيده وفي هذه الاوقات الصعبه التي نمر بها، بالنيابه عن رئيسنا فلورنتينو بيريز وكلنا في ريال مدريد نود ان نهنئكم على لقب افريقيا التاسع لدوري الابطال. بهذا الانتصار العظيم اصبح الاهلي الاكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقه المرموقه، وهو انجاز مذهل يجب ان تفتخروا به. وبيقول إيميليو بوتراجينيو مدير ريال مدريد: يرجى تقديم تهانينا للرئيس ومجلس الإدارة والمدرب الرئيسي وطاقمه واللاعبين وجميع الأشخاص الذين هم جزء من مؤسستكم، وقبل كل شيء لجمهوركم، لأننا نعلم جميعا مدى أهمية دعمهم وولائهم لكم. نود أن نتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل. تحياتي إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد. بص يا سيدي، لماذا سرحان؟ احنا لما جبنا نادي ريال مدريد يعني خدنا طياره خاصه ورجعت، وكان عليها استاذ خالد مرتجي وانا كنت معاه، لكن كان في استقبالنا استاذ محمد سرحان، لان كان في اتنين مرافقين للوفد. انا كنت مرافق شخصي لالفريدو دي ستيفانو رئيس البعثه اللاعب الفاز العظيم، والاستاذ خالد مرتجي والاستاذ محمد سرحان كانوا مرافقين للفريق. الوقت ده كان إيميليو بوتراجينيو اللاعب الفذ السابق في ريال مدريد كان المدير التنفيذي للنادي.
وما زال اعتقد انه مسؤول جوه النادي وهو من اقدم الاعضاء، ونشات علاقه بينه وبين الاستاذ خالد مرتجي والاستاذ محمد سرحان. فهو يعني من خلال هذا التواصل لسبب او اخر ما اعرفش يبعت الرساله مباشره، لكن كويس حسنا فعل انه بعتها الاستاذ محمد سرحان عضو النادي اللي هو متحمس اللي بيحب النادي الاهلي. صديقنا العزيز محمد سرحان، اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا ابراهيم باشا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي، والف الف مبروك. مبروك على النادي الاهلي، ومبروك على جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، مبروك عليه يا رب دايما كده ان شاء الله الرابعه والخامسه والسادسه، لسه فاضل ثلاث بطولات ان شاء الله قريبين، ان شاء الله نحتفل بهم كلهم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس عدلي، وربنا يتم شفاءه عليك بعد خير يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ محمد. وهو كده الكوادر اللي بيخلقها النادي الاهلي بتظل ملتصقه، بشوف من ايام ريال مدريد 19 سنه ما زال مستمرا ومتواصلا، والتواصل ده له معناه شغفه بالنادي الاهلي استاذ محمد، وتواصله مع الجهات رغم ان هو مش مسؤول جوه النادي بشكل رسمي، لكنه هو مهموم بالنادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي قوي، وعنده اللسعه بتاعه ان اللي يعيش في الاهلي لازم يعشقه. فطبعا كويس انك ما زلت متواصل مع بوترجينيو، هو ما زال مسؤول في مدير العلاقات المؤسسيه مدير العلاقات المؤسسيه، عشان كده هو اللي كان معني بالخطاب. قول لي تواصلك معاهم الفتره اللي فاتت كانت عباره عن ايه يا استاذ محمد؟ هو من زمان من ساعه الماتش، وهم بعد ما لعبوا الماتش في خطاب شهير من رئيس ريال مدريد لرئيس النادي الاهلي كابتن صالح الله يرحمه وقتها، كانوا دايما وكان الخطاب ده شهير جدا، وقالوا احنا فاتحين ابوابنا للنادي الاهلي في اي تعاون. وهم طبعا وكان الباشمهندس عدلي طبعا كان مشارك في هذا الموضوع، وهو الباشمهندس خالد مرتجي، فما زالت العلاقات موجوده. وحتى يعني في حاجه حصلت كده 9 نوفمبر 18 لما خسرنا كاس افريقيا في تونس. الماتش خلص الساعة 11، الساعة 11 ودقيقتين جات لي رسالة قد إيه إحنا زعلانين إن الأهلي خسر الماتش ده، بس دي كرة القدم وتتعوض قريب إن شاء الله. إذا هو متابع ومتفاعل في السراء والضراء. أيوه. وهو ده الاهتمام الحقيقي الحقيقي. وجات لي رسالة على طول بعد الماتش بتاع نهائي أفريقيا الأخير بالتهنئة. وهو طلب الايميل بتاعي، انا ما كانش عندي الايميل بتاع صراحه بتاع الكابتن القطيب او بتاع النادي الاهلي. اديته الايميل بتاعي وهو بعته لي عشان انا يعني ابعته للكابتن الاهلي. وبعته حضرتك للكابتن الخطيب؟ بعته الخطيب، كابتن خطيب، بعته للكابتن الخطيب. استاذ محمد يعني نشكرك على وقبل تهنئه بالخماسيه والسداسيه ان شاء الله. هو ده كلام بقى، ننتظر مزيد من التهنئات منهم مع كل انتصار باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. لك ان شاء الله باذن الله نهنئ بعض ان شاء الله، لسه في سوبر وكاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي باذن الله. الف الف مبروك. شكرا شكرا جزيلا للصديق محمد سرحان عضو النادي الاهلي، اللي نقل لحضراتكم تهنئه ريال مدريد للنادي الاهلي بفوزه بلقب افريقيا التاسع. النهارده الخبر السار، وليد سليمان اخيرا سال بكورونا. حاولت اتواصل معاه عشان يطمني بنفسه، يا رب تقدروا تتواصلوا معاه. انا كلمته الحمد لله، اطمنت عليه وخرج من المستشفى ورجع البيت. يعني نحب هو بنفسه يسمع صوته للجمهور، لكن بننقل يعني هذه الاخبار المطمئنه. وديانج الحمد لله برضو لا قال ما تردش من امبارح سلبيه فالحمد لله. كلام مبشر جدا. فالحمد لله الامور يعني بتتلم وتتحسن، لان الدوري يوم الجمعه الجاي. وانت هتلعب دوري شديد الخصوصيه يا استاذ ابراهيم، وعشان كده انا هاجل التفاصيل اللي انا عايز اقولها، لكن هيبقى دوري صعب جدا، عايز كل لاعب عندك، لان عمليه التدوير ربما هي تكون الحل الذي ينقذ الاهلي، لانه هيبقى النادي اللي مضغوط جدا 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 في مشوار البطولات المحلية والإفريقية الموسم القادم. أيضا في إطار التواصل مع الأشقاء العرب، النادي الأهلي بيعبر الكابتن محمود الخطيب
رئيس النادي عن نيابة عن مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخ مانع بن خليفة بن سعيد المكتوم على تهنئته للنادي الأهلي واهتمامه بدعم مسيرة النادي الأهلي والتهاني المتواصلة من الشيخ مانع للنادي الأهلي وحرصه الشديد على مشاركة النادي وجماهيره هذه المناسبة السعيدة، لا سيما أنه من الشخصيات العاشقة للأهلي منذ زمن طويل. بص الشيخ مانع ده قصة عشق قديمة يعني من الستينات والسبعينات. أيوه. هذا الاسم متواجد معانا في كل لحظة. أيوه. هو كان رئيس نادي النصر. أيوه. في دبي وصل التعايش بينه وبقى بينه وبين بعض مجموعة من الأعضاء الله يرحمه الحاج خيري. أيوه. الحاج أحمد شحاتة رحمة الله عليهم، كابتن شربين ربنا يديله الصحة، شربيني وكابتن حمودة رحمة الله عليه برضو، كانوا يبعت لهم لازم يروحوا ويقعدوا معاه ويقضوا وقت، يعني في صداقة شخصية بينه وبين مجموعة من أعضاء النادي وكأنه يعايشنا لحظة بلحظة وخفقة قلب بخفقة قلب. فهو محب وداعم وربنا يديله الصحة، وطبعا كلنا يعني فرحانين انه مازال متواصل. طيب بنقول لوليد الف سلامه. يمكن اكد لي النهارده ان الحمد لله وليد سليمان عينته سلبيه، رجع البيت ولاده الحمد لله سليم وسلمى الاثنين الحمد لله شافوا نتيجه سلبيه. السيده زوجته هتعمل مسحه بكره ان شاء الله يطمن عليها وليد وتشفى كل اسرته من فيروس كورونا. بنقول له ألف ألف سلامة يا وليد، طولت شوية معاه يمكن جاب الفترة اللي فاتت. عارف فيروس كورونا ده ما سابش بيت. والزيارات أحيانا بتتكرر، يعني كابتن أحمد فتحي النهارده اللي بندعو له بالسلامة رخر وزوجته. أحمد فتحي رجعت له تاني. رجعت له تاني وكانت جات له من 6 أشهر. عشان الناس لازم تفهم، لكن ولكن كأن يعني الشعب بياخد المصل منه فيه. فالحمد لله إن حالات التعافي زادت، حالات الوفيات قلت. وربنا هو اللي هيقدرنا بإذن الله، وندعو بالشفاء العاجل بإذن الله للأستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استداك وشركة لايف اللي بتدير القناة. برضو دهمه فيروس كورونا ويقضي العزل المنزلي العلاجي، بنقول له ألف ألف سلام عليك وإن شاء الله سرعة وتمام الشفاء ليه ولكل مريض، لأنه زي ما المهندس عادل قال الفيروس بقى الأستاذ محمد كامل انتشار يدعو الجميع للحذر الشديد. أستاذ محمد كامل وأسرة العاملين في القناة ربنا يسر عليهم. ليه؟ منطقي جدا حجم التواصل وحجم المجهود وحجم التحديات اليومي، كل مسأل مش عارف أتواصل يقول لك أصل عنده افتتاح، عنده راجل ضغط عمل شديد. فهذا التفاعل وهذا التواصل وهذا الاحتكاك المستمر طبعا ربنا معاهم ويحميهم ويحمي أي مواطن من هذا الاختبار الذي وضعنا الله سبحانه وتعالى أمامه ليظهر لنا إن إحنا عجزة قوي. ألف سلامة للأستاذ محمد كامل صاحب النضارة الحمراء اللي انتوا اتفائلتوا بيها من يوم ما الأهلي وقع اتفاقية الرعاية، وألف سلامة للجميع. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا عن الطمع المشروع. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه احتفالات الاهلي وجماهيره في كل مكان حضراتكم لمستوها بعد الثلاثيه، كمان لما اكتملت الثلاثيه كانت الفرحه كبيره، وفي التجمعات بتحصل احيانا بعض التجاوزات من فرط الفرحه. طفل اهلاوي في قنا عبد الرحمن علاء الضوي، مسكين طفل صغير ده وهو بعلم النادي الاهلي، وده اثار الحريق اللي على وجهه بعد ما شمروخ او الالعاب الناريه جت فيه. مشكورا مجلس اداره النادي، كلف عضوي المجلس الاستاذ محمد الضماطي والاستاذ محمد سراج مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والاستاذ محمد رشوان بمتابعه حاله الطفل الاناوي ونقله للقاهره وتكفل النادي او اعضاء اللجنه بعلاجه يا باشمهندس. يعني طبعا احنا بنقول للشبابنا كله خلي بالكم التعبير عن الفرحه لازم يكون امن. ايوه. مره شمروخ في دبي واصاب شخص مسؤول على مستوى رفيع وتوفاه الله، احنا مش عايزين احداث فرحتنا تتقلب الى احزان وربنا يشفي. الف سلامه على عبد الرحمن. وشفنا حمصه قبل كده الشاب الاهلاوي اللي كان راح برضه اصيب في حادث قطار وهو راح يتفرج على مباراه الاهلي، وتكفل الاهلي بعلاجه واجراء الجراحه. الاهلي ما بينساش جماهيره
ونجومه ما بينسوش جماهيرهم. كابتن وليد سليمان الحاوي الف سلامه واهلا بيك. الله يسلمك يا استاذ ابراهيم، ربنا يخليك، واهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا رب. الف الف وحشتنا يا كابتن وليد وقلقتنا، وربنا يعني يكمل لك شفاء ونشوفك في اقرب مباراه باذن الله. ربنا يخليك يا باشمهندس، ربنا يخلي حضرتك. الحمد يعني لله انت بترقص الدنيا والاخره، ما عرفتش ترقص الفيروس ده. هو قدر ربنا الحمد لله. وولادك اخبارهم ايه دلوقتي يا وليد؟ طمنا. الحمد لله، والله الحمد لله، سلبي معايا النهارده سلبي. طيب الف مبروك، وتطمن ان شاء الله عليهم كلهم باذن الله يا وليد. ربنا يخلي حضرتك. هتنزل التمرين على طول؟ بكره ان شاء الله باذن الله. بكره يعني تبدا الدوري من اوله باذن الله؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا هيبقى في وقت كده ممكن هيتعمل لي برنامج ان شاء الله ربنا يكرمك. قول لي تابعت الفتره اللي فاتت ازاي بقى وانت في المستشفى؟ انت عرفت تتفرج على الفاينل بتاع الكاس ولا لا؟ اتفرجت وانا في المستشفى. انا كنت بعمل شويه فحوصات كده، والحمد لله ربنا كريم، الفحوصات طلعت كويسه الحمد لله، ورجعت البيت امبارح. اتفرجت على الماتش في المستشفى، بس يعني الواحد كان على اعصابه شويه. شط انت البنالتي بقى، شط انت البنالتي في كورونا. يعني زي ما بيقولوا البطوله راحت وكانت حوالي 3 مرات كده، بس ربنا كريم، كان في اصرار وكان في توفيق من ربنا، والحمد لله ربنا كرم يعني الحمد لله. يعني هو يعني كان لازم الناس تفهم ان دي بطوله بطعم خاص جدا، المنافس بتاعك الزمالك، والمباراه عمرها ما كانت هتكون سهله يعني، فالحمد لله. ولكن ادينا باستراتيجيه سليمه جدا وحققنا الهدف. وليد انت وتقاسمنا المباراه على فكره، صحيح، بديناها بسيطره وانهيناها بسيطره. انت اقل يعني هداف الفريق برغم عدد نسبه المشاركه بتاعتك اقل. تطلعاتك بقى في الموسم الجديد؟ والله يا استاذ ابراهيم الواحد بيشتغل مع زمايله ومع الجهاز الفني، وببقى متواجد يعني، واللي شايفه الجهاز الفني اكيد في الاخر لمصلحه الفرقه يعني، زي ما بقول لحضرتك انا فرد من ضمن اللي موجودين ضمن اللعيبه بشتغل، والتوفيق بتاع ربنا يعني. اول ما يطلب مني اكون في الملعب بأدي بكل طاقتي، مش موجود وقاعد ورا برضه بنزل، بيبقى في توفيق من ربنا يعني. الحمد لله الواحد بيتمرن كويس وبيشتغل كويس، وحده ان هو يلعب من عدوى دي حاجه ترجع للجهاز الفني، وحاجه اصلا تبقى كل حاجه نصيب يعني زي ما بيقولوا يعني. لكن الحمد لله الواحد والله بيشتغل. كابتن وليد يعني الشهاده لله، يعني انت لاعب نموذج لما يطلبه الاهلي من لاعبه. انت راجل يعني وجودك دائما مؤثر، ما عندكش مشاكل من يوم ما جيت الحمد لله، وباذن الله ما يكونش. انت رجل عشق الاهلي فعشقك الاهلي، والكوره حباك واحنا حابينك، وربنا يوفقك. كلمه بقى كده قبل ايه للجمهور بقى، تطمن الناس على اللي جاي. ربنا يخليك يا باشمهندس. انا يعني عايز اقول لحضرتك بس يعني النادي الاهلي يعني كيان كبير، واي حد ينتمي للكيان ده حاجه بتبقى بالنسبه له حاجه عظيمه وفخر يعني. وانا عايز اقول لحضرتك انا الواحد على المستوى الشخصي الحمد لله الواحد فخور ان هو من لعيبه النادي الاهلي، وجزء يعني من تاريخ النادي الاهلي، ودي حاجه بالنسبه لوليد سليمان حاجه كبيره جدا، وبالنسبه على يعني على مدار سنين الواحد هيبقى اسمه مذكور من ضمن اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي. والحمد لله زي ما بقول لحضرتك ده شرف كبير، واي حد يتمنى يكون جزء من الكيان. اطمن الناس الحمد لله. طبعا انا بشكر كل الناس اللي كانت بتدعي لي وبتساندني الفتره اللي فاتت، ويمكن الواحد الحمد لله ربنا كريم يعني ما عرفتش غلاوتي عند الناس غير في الوقت اللي انا مريت فيه في الظروف الصعب ده شويه، لكن الحمد لله طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي، وبشكر كل الناس اللي كانت بتدعي لي واقفه جنبي. يا كابتن وليد الموسم الجاي هيبقى موسم صعب، مش بس علشان كل الفرق اتغيرت بقت مجهوله وكلها اتغيرت للافضل، والطموحات علت عند كل الفرق، لكن ايضا كمان لان الاهلي عنده جدول مشحون جدا جدا جدا. هل ترى ان الاهلي قادر على تكرار الفتره الذهبيه بتاعه النصف الثاني من الالفيه الثانيه؟ طبعا، هو زي ما حضرتك قلت الفتره الجايه يعني هتبقى صعبه شويه، لكن ده قدر النادي الاهلي، ان زي ما حضرتك عارف احنا ما بنلعبش غير على البطوله،
وده قدر لعيبه النادي الاهلي، والحمد لله طبعا لعيبه النادي الاهلي كلها عارفه، حتى اللي بيبقى لسه جاي من بره سيستمه بيتغير، ان لازم سيستمه يمشي مع الفرقه. احنا كيان كبير وبنلعب على بطولات، والفتره الجايه هتبقى مضغوطه كل الناس عارفه، بس في نفس الوقت يا باشمهندس الناس كلها عارفه ان دي فتره مضغوطه، بس فتره يعني مش عايز اقول ان شاء الله ربنا يكررها تاني، بس ما تتكررش كتير، انك انت تقدر تحصد بطولات في وقت قليل، وقت كتير تعمل لنفسك تاريخ كبير وبطولات كبيره جدا زي اللي حصل في السنين في الجيل الذهبي النادي الاهلي. كل الناس على ثقه ومتفهمين الكلام ده كويس، وعارفين ان هو مفيش حاجه سهله ومفيش حاجه بتيجي سهله اصلا، وحضرتك عارف ان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا ومرينا بظروف صعبه جدا، لكن هو وقت الصعوبات هي اللي بتبين معدن لعيبه النادي الاهلي، والحمد لله يعني ده معدن النادي الاهلي بيبان في الاخر، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يكون في توفيق وما يكونش في اصابات ولا في عدد ينقص من القايمه، علشان طول ما قائمتنا كامله ولعبتنا كلها كامله ان شاء الله نكمل البطولات كلها واحنا واقفين على رجلينا ان شاء الله. كابتن وليد، يعني الاهلي دايما وابدا تقل الفرقه في اللعيبه الكبار اللي فيه، وانت واحد منهم، غيابك عن الفريق في المرحله الصعبه ديت كنت متواصل مع زمايلك ازاي؟ هل كان في اتصالات قبل المباراه؟ هل كان في باستمرار في اي شبكه تواصل بينك وبينهم وانت في العزل؟ احنا يا استاذ ابراهيم عاملين جروب مع بعض بقاله سنين. الجروب ده طبعا بنتواصل مع بعض كل يوم كل ساعه مع بعض، وقدرنا الحمد لله الفتره اللي فاتت استعدينا كويس جدا قبل مباراه الزمالك. كلنا كنا متواصلين على الجروب وكلنا كنا بنشد من بعض، وعارفين ان كانت المباراه مهمه، والمباراه دي يعني البطوله دي كانت مباراه ببطوله بس جايبه معاها ثلاث اربع بطولات، والحمد لله ربنا كرم والناس كلها زي ما قلت حضرتك احنا في الاول والاخر يمكن في حاجات صغيره كده الناس بتقول عليها ان هي حاجات صغيره، لكن بالنسبه للعيبه الكوره وبالنسبه للنادي الاهلي دي حاجات كبيره جدا ومهمه جدا، وهي اللي بتوصلك النجاح وبتوصل ان التوفيق دايما بيبقى محالفك، ان اللعيبه كلها بتبقى تحب بعض، اللعيبه كلها بتبقى قافله على بعض، يعني زي ما بنقول كده بيت واحد قافلين عليه اسرارنا وكل حاجه بتبقى داخل بعض، يعني داخلنا مفيش حاجه بتخرج بره، ده سر نجاح الفرق الكبيره وسر نجاح النادي الاهلي. والموضوع زي ما قلت لحضرتك احنا كلنا يعني مفيش فرق بين لعيب كبير ولعيب صغير، احنا في الاول والاخر بنشتغل للكيان، وحته اللعيب كبير وحته صغير هو بيبقى احترام من الكبير للصغير والعكس، احترام الصغير للكبير، لكن في سيستم وفي نظام ومحدش بيطلع بره النظام خالص يا استاذ ابراهيم، وحضرتك عارف والباشمهندس عادل عارف على مدار السنين بننجح النادي الاهلي سيستمه ونظامه، احنا غير اي حد الحمد لله فضل ربنا ربنا يدومها، غير اي حد بنظامنا وبسيستمنا والحمد لله بجمهورنا كمان، ودي حاجه مش جديده على النادي يعني. شاكرين يا كابتن الف وليد. الف الحمد لله على السلامه يا وليد، واحنا بنقول لك شكرا، بنقول لكم العشره يا اهلي، شكرا ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا للكابتن وليد سليمان نجم النادي الاهلي العائد من مرحله صعبه جدا مع فيروس كورونا. وليد كانت طولت معاه المساله واحتاج يدخل المستشفى وشفاه الله وعافاه هو واسرته والحمد لله. طيب ده كان كلام مهم بقى جدا. اخر اكتشافاتك نشوف دلوقتي اخر الاكتشافات في الغربال والطمع المشروع. زي ما وليد سليمان لسه قايلها، تاخد بطوله تدور على اللي جاي، في حاله طمع كبيره، لكن واحنا بنتكلم على التاسعه يا اهل الكلمه اللي كانت صعبه بقالها 3-4 بطولات، لما تحققت كشفت عن رقم قياسي تاريخي عجيب للكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب عنده رقم صامد مصريا وكان صامد افريقيا لفتره طويله، هداف دوري ابطال افريقيا، لكن كون هداف بطولات الانديه ب 37 هدف، لكن التاسعه يا اهلي ادت للقب او ادت للكابتن الخطيب رقم اعجازي. التاسعه تحققوا في وجود الكابتن الخطيب، لاعب، عضو مجلس اداره، نائب رئيس نادي ورئيس نادي، ودائما عضو لجنه كوره، ودائما عضو لجنه كوره. فمتخيلين انه فيه شخص واحد قاسم مشترك اعظم بين التسع القاب. انت عارف الرقم ده يا استاذ ابراهيم؟ يعني 37 ده مهدد، اي لعيب ممكن يجي يعديه، انما الرقم ده ما يعني ما حدش هيعديه. هو مصريا صامد، افريقيا اتكسر.
اللي هو ايه؟ ال 37 هداف بطولات الانديه. ايوه بقول لك هنتكلم على مصريا مصر. حتى مصريا ممكن. ايوه يعني يجي حد انما مساله رقم تشارك في 9 القاب لاعبا اداريا عضو لجنه كوره عضو مجلس اداره امين صندوق وكيل نادي رئيس نادي ما اظنش ان حد هذا رقم هيبقى خاص بكابتن الخطيب لكن هو مطالب برقم ثاني العشره تيجي العشره فيبقى البيبو 10 رقمه بقى هو بالظبط الخصوصيه الجامده ولذلك لعيبه الاهلي مطالبه انها تهدي العشره للكابتن الخطيب عشان يبقى بيبو 10 العشره لصاحب 10 يحقق لقب 10 ان شاء الله ده طموح المرحله اللي جايه باذن الله في البطوله الجديده اللي الاهلي هيبدا مشواره فيها مع بطل نيجيريا لكن عايز اشير يا باشمهندس 82 الكابتن الخطيب يساهم مع الاهلي ككابتن بالفوز ببطوله افريقيا ابطال الدوري 87 كلاعب بطولتين وهو لاعب طبعا في ابطال الكؤوس لكن احنا بنتكلم على ابطال الدوري 2001 عضو مجلس اداره عضو لجنه كوره 2005 نائب رئيس النادي عضو لجنه كوره 2006 نائب رئيس النادي عضو لجنه كوره و2008 نفس الحكايه 2012 2013 نائب رئيس وعضو لجنه كوره و2020 رئيس النادي والمشرف على الكره من قبل مجلس الاداره عشان يكون الكابتن محمود الخطيب اللي الحقيقه الجماهير كانت فرحانه جدا بتتويج الخطيب او تتويج الاهلي بالبطوله التاسعه وكانه الكابتن الخطيب بكل ما تحمل من ضغوطات ومشاكل واساءات و و و و القدر بينصفه هو الموسم ده على بعضه انصاف لقيمته الاداريه ورؤيته الكرويه عدى في ازمات صعبه جدا جدا تعامل معاها بمنتهى العمق في الدراسه والنظره المستقبليه والواقعيه والاحترافيه فكانت النتيجه كده بيخرج لعيبه مهمه من عندك تكمل وتفوز بيخرج مدرب مهم جدا جدا من عندك تتواسم فيه فتغير بالافضل وتكمل وتفوز موسم كان مهم جدا جدا لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والكابتن خطيب شخصيا نهنئه عليه ونهنئ المجلس على قدرتهم على تجاوز الازمات مواجهه الازمات التحمل والصبر والهدوء الهدوء الذي قرار المدروس كمان الهدوء الناس شافت ثمرته الهدوء يديك قرار مدروس لو انت متوتر قرارك هيتاخد بانفعال وبعاطفه ما انتش عارف بقى هيوصل لفين وهتجر جماهيرك الى هذا التوتر لكن دائما كان يصادر النادي الاهلي لدرجه الجماهير كانت بتلومه على الصبر ده لكن اعتقد النهارده لما تشوفوا مين اللي كان صح احنا نتعلم الصبر بقى انت عارف انا كلمني واحد النهارده راجل كبير في السن مستشار متقاعد يعني كبير في السن لكنه اهلاوي بتفاعل شديد جدا قال لي انا من الناس اللي انا كنت بلوم الكابتن الخطيب على سكوته وكنت بزعل جدا على حجم الاساءات دون الرد مش عارفين مدرسه الاهلي ازاي واخد بالك بيقول انا دلوقتي بعد كل السن ده ادركت ان الراجل ده كان اكثر حكمه مني رغم ان انا الراجل العجوز وعندي خبرات في الحياه لكن كان التأني والهدوء والتحمل ثمرته اللي حصل النهارده عارف خطوتك الجايه هتعمل ايه ايوه هو شوف الانصاف ياتي اليه بالظبط والمثل الصيني اللي قلناه زمان اجلس على النار ياتيك بجثه عدوك بالظبط عدوك اللي هو ايه كل انسان بيفتري عليك بالظبط كل ظروف تفتري عليك كل واحد يتحامل عليك انت بتصبر لان الحق بيظهر مش محتاج للرغي وانك تاخد النادي الاهلي في سكه تصرف مسؤول تصرف راجل شايف يليق بالاهلي شايف بلده كمان محتاجه أيوة. ايه محتاجه هذا الهدوء وراجل جمهور لو توتر ووتر جماهيره يحصل حاجات مش مسؤوله ايوه فهو النهارده بحس المسؤول يتحمل ويشتغل ويدرس ويتخذ من القرارات اللي ربنا وفقه عليه وهذا التوفيق يلازم الاهلي في كل قراراته التربويه من زمان كل صحيح. قراراته الصائبه من زمان كل ما تنحاز للحق اوقف لعيبه مهمه تنجح. 17 لاعب تكسب الزمالك في الثمانيه وتكمل وتكسب الكاس كل القرارات التربويه حجازي وقفه وما يهمكش يطلع لك التتش ويكسر لك الدنيا صحيح ليه بقى لانك تطلع كادر في مناخ صحي انت كسبان حتى لو انت خسرت كادر كان بيصدر لك طاقه سلبيه وده اللي حصل للاهلي خرجت بعض العناصر كنت تتمنى بقائها
لكن مش معنى كده ان ينضب الاهلي ويتوقف، لا هيعالج وهيجي وهذا التحدي بيستنفر زمايل الباقيين. سمعت الكابتن وليد بيقول لك ايه؟ جروب وبنتكلم مع بعض وبتاع بنوصف، هذا هو ده الاهلي. ايوه هو ده الاهلي. ده الاحتفال بالثلاثيه الحمراء يا باشمهندس ومنشطات. بص يا استاذ ابراهيم، اكسب جفرح افرح، يفرح معاك الناس حتى اللي كانوا بيأوحوك. وعلى فكرة التقدير المحلي هو الأصعب، تقدير الإعلامي سهل. ليه؟ لأنه محايد، وعندما يأتيك التقدير من المحايد هيأتيك بشكل صادق. التقدير المحلي في ناس مضطرة أنها تشيد بيك، في ناس ما كانتش تتمنى لك هذا النجاح ولكنها لازم تعترف بهذا النجاح. زائد محبينك، فالتقدير المحلي أصعب دائما هكذا. يعني حتى في الكار يقول لك مش عارف ايه ابن كارة، لكن هذا الرياضة فيهاش عداوة، يعني انا ما بحبش استخدم عدوك يعني، انما مؤكد التقدير العالمي هو الاسهل وصادق جدا لانه يأتي من حياد. نشوف التقدير العالمي. التقرير العالمي بعد الفاصل، هتسمعه كلام جدا يسعد كل اهلاوي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا احتفاء الإعلام المصري الرياضي بتتويج الأهلي بالثلاثية الكاملة هذا الموسم، لكن الحقيقة الأمر ما توقفش عند الإعلام المحلي فقط ولا حتى الإعلام العربي. تتويج الأهلي بالثلاثية زي ما المهندس عدي أشار قبل الفاصل كانت له أصداء عالمية حقيقية، نستعرضها في هذا التقرير. ولأنه الأهلي بإنجازاته وبطولاته يظل محوراً لسعادة عشاقه، يفرحون دائماً لانتصاراته ويسعدون ببطولاته ويتحدثون عن ألقابه. فبعد تتويج الأهلي بكأس مصر للمرة 37 وتحقيق الثلاثية التاريخية، تساوى مع الكبار برشلونة وبايرن ميونخ في تحقيق الثلاثية. وسبق للأهلي تحقيق الثلاثية في عام 2006 عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك. وبإنجاز الأمس القريب تساوى مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020. ومع التساوي مع الأندية العالمية، احتفت الصحف والمواقع العالمية بالأهلي وأرقامه، وقالت إيس الإسبانية: الأهلي العملاق الإفريقي نجح في تحقيق ثلاثية تاريخية بعد حصوله على كأس مصر بفوزه على طلائع الجيش. وقال حساب الفيفا: ثلاثية تاريخية للأهلي للمرة الثانية بعد 2006، تهانينا يا أهلي. فيما قال موقع CNN: أكمل ثلاثية بطولات 2020، الأهلي يحصد كأس مصر بعد فوزه على الجيش بركلات الجزاء، ليتفق مع موقع العربية بأنها ثلاثية تاريخية. ليحتفي موقع روسيا اليوم بالأهلي الذي توج باللقب للمرة 37 في تاريخه. واحتفت صحف جنوب إفريقيا بإنجاز الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. وأبرزت صحيفة سوكر لادوما فوز النادي الأهلي بالبطولة كأس مصر تحت قيادة موسيماني، وقالت: موسيماني حقق إنجازاً جديداً مع العملاق القاهري. صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية قالت إن موسيماني قاد الأهلي لتحقيق ثلاثية تاريخية. وقالت صحيفة ذا ساوث أفريكان إن عام 2020 سيدرج في تاريخ موسيماني بعد أن فاز بخمس بطولات مع فريقين مختلفين. طيب
يعني شايفين إشادة محلية وإشادة عالمية، لكن جنوب أفريقيا كمان سعيدة جدا. أما هو بقى يخصهم الدوري المصري بقى بيحتفلوا بالأهلي زي يعني. أنت كان عندك حالة من المتابعة للكابتن الجوهري رحمة الله عليه لما راح الأردن، ولما بتحب بقى النجاحات بتاعت ولادك تتابعها بره. موسوماني لأنه هو الأنجح كان في جنوب أفريقيا، لما جيلك كله عايزين يعرف الراجل ده هيعمل إيه، فيفاجئ أنه خد 3 بطولات لأقل من شهر أو شهر. طبعا شيء يستحق المتابعة، ولكن شوية قراءات كده يا أستاذ إبراهيم أنت مجهز لنا. طيب الأستاذ عصام السباعي في الأخبار زاويته بوكس قال مبروك للكابتن محمود الخطيب وصحبه الطيبين في مجلس الإدارة. حلو فوز النادي الأهلي، الطيبين دي فوز النادي الأهلي بكأس مصر وتحقيق الثلاثية الأفريقية المصرية، مبروك لمصر وكل المصريين تلك الروح الرياضية العالية والنموذج الراقي الذي قدمه فريق وإدارة طلائع الجيش لعبا وسلوكا، ولا عزاء لمن في قلوبهم مرض. تعرف انت بتقول طلائع الجيش الماتش ده فيه لقطة يا رب نكون مجهزينها، انا بشوفها الاروع هذا الموسم، الممر الشرف طبعا بتاع الاهلي. الله الله على اللقطة وجمالها والروح الرياضية الجميلة اللي فيها. كان المهندس عادل بيفكرني ان الاهلي اتعمل له 7-8 ممر شرفي لما حسم الدوري، كل الفرق اللي بتقابله مشكوره ومقدره وممنونه بتعمل ممر شرفي لبطل الدوري. يعني المكافاه الحقيقيه الاهلي يكسب الكاس، 7 احتفالات بالاهلي في 7 ماتشات الاهلي يكسب الكاس، فالفريق البطل يعمل ممر شرفي للوصيف احتراما لاداء تقديرا واحتراما وتعزيزا للروح الرياضيه وفهما راقيا للرياضه. طب بص بقى لهذه اللقطه جعلت الرياضه. بص لو رجعتني يا شوارب نص دقيقه عشان اوري الناس كيف يمكن للفته صغيره ان تحول المراره الى بهجه. بص طلع الجيش، بص الكابتن طارق العشر وهو بيضحك وهو يشعر انك انت بتحترمه. بالظبط ما بتحفلش عليه. بص اللعيبه البطله وهي بتسقف للفريق اللي لا انا عايزك بقى تبص كمان للخسران وهو بيضحك مبتسم. انت عملت ايه؟ صدرت له الاحترام. بالظبط فديته اللي هو عايزه من المباراه. بالظبط انت كسبت الكاس مش صعب عليك تحترم المنافس. لو هذه اللقطه بص الرياضه الجميله تصبح تقليدا مفروضا مفروضا، مش انتهي المباراه بخناقه. لا ما ينفعش، هو ده اللي عايزين. انتهى زمن الخناقات يا جماعه. ده المشهد يعني اذا كان فيه استجابه لدعوه نبذ التعصب هذه هي الترجمه الحقيقيه، الممارسه العمليه هي دي الترجمه، هي دي. شكرا للاهلي، شكرا طلائع الجيش، شكرا لهذه المباراه. والكل يعني حتى من لاعيبه طلائع الجيش زي ما المهندس عادل بيقول. بس انت بقى كان عاجبك اللي كاتبه جمال الاستاذ جمال هلالي. الحقيقه من ضمن المقالات اللي اتقالت سريعا الاستاذ حسن المستكاوي في الشروق قال الاهلي الاستثنائي في موسم استثنائي، لكن الاروع كان جمال هلالي الناقد الرياضي الكبير الحقيقه في الجمهوريه. هو الأهلي يا سادة، قال الأستاذ جمال هليل الأهلي حكاية تستحق أن تروى على مر الأجيال ليتعلم منها الجيل الصاعد معنى البطولة. هو الأهلي الذي يمتلك مفاتيح النجاح والتفوق والإبداع، فريق يتحدى نفسه قبل أن يعلن التحدي ضد كل المنافسين ويقهرهم ويفوز عليهم ويعتلي الصدارة. هو الأهلي الذي لا يعرف إلا طريقا واحدا، أوله الكفاح وآخره التتويج بالألقاب، يقدر قيمة جماهيره ويدافع عن انتمائهم إليه فيزيد رصيده من البطولات لتظل كلمة أهلاوي عالية. هو البطل الأبدي للكرة المصرية والأفريقية، وهو الأول الذي لا يرضى بغير الصدارة بديلا. هو السوبر الدائم الذي يعشق مكانه، وللحق فهو السوبر السوبر بعد أن عودنا على جمع الألقاب المتنوعة في موسم واحد. هو القاهرة الذي يتغلب على كل الظروف قهر كورونا في عزها قبل أن يقهر كل منافسيه في الدوري ومن بعده الكأس. هو الظافر باللقب الأفريقي ليحقق ثلاثية صعبة في زمن موبوء ورحلات شاقة طويلة ومباريات مريرة ومواجهات موحشة. هو الأهلي يا سادة سيد الكرة في القارة السمراء. هو الأهلي بطل الثلاثية. هو الفريق الذي يسير على مبادئ لا تتغير، يعمل في صمت، ينجز في هدوء مع إدارة تعرف طريق النجاح وتسير بتنظيم دقيق. فعلا هو الأهلي القدوة
التي نسعى جميعا للسير على خطاها في كل مناحي الحياة هو الأهلي سوبر السوبر أو السوبر هاتريك حتى الآن، والقادم يحتاج لاسم جديد بعد جمع الخماسية في موسم واحد. شوف كذا حاجة عجبتني في توقفاته في محطاته، يعني هو ذكر ان النادي الأهلي يعني انا سوبر السوبر، لا يعني دي كلام، لكن بيقول لك ايه، يتحدى نفسه قبل ان يتحدى الاخرين، وهو ده اللي انا عايز اقوله، ان الاهلي يضع نقاط ابعد مما يحدث في الواقع ليصل اليها. قطار الاهلي دائما يجر طموح الاهلي وطمع الاهلي ونهم الاهلي وجوع الاهلي البطولات الذي لا يشبع، وكانه في بطنه حد بيبتلع كل ما يلتهمه من البطولات. إذا النادي الأهلي فعلا بيتحدى، ولما تشوف الأرقام القياسية تجد الأهلي يكسر أرقام الأهلي. دي حاجة، ده موروث الحياة، الذي يقدر قيمة جماهيره، ده اللي قلناه قبل كده، أن الأهلي في سعيه الدؤوب لتقديم النموذج المشرف وتقديم الدرس التربوي والقيمة الأخلاقية والبطولات لمين؟ تقديرا لجماهيره، ولكنه يدار من داخله وليس من خارجه. هو البطل الأبدي، يا رب يا رب، هو ان شاء الله. واسترسل على قيمه البطل اللي بيسير على المبادئ، وانه مبادئه، وده اللي لسه بقوله، ان مبادئ النادي الاهلي تصبح جزء من انتصاراته، ان المبادئ جزء من تاريخه من هويته، انك لا تستطيع ان تفصل مبادئ الاهلي عن بطولاته. قيمه الاهلي ليس مجرد ارقام، قيمه الاهلي فيما يمثله من قيمه معنويه حقيقيه ونموذج يقدم للعالم على انه هكذا تكون الإدارة، هكذا يكون النادي، هكذا يكون التاريخ، هكذا تلعب الرياضة من أجل غايات أسمى. فالأهلي الحقيقة أنا عايز أشكر أستاذ جمال على ما كتبه لأنه يعبر عن جزء كبير من اللي موجود عندنا. وده الموروث بقى، ده الموروث اللي كمال محمود في اليوم السابع مسه، وقال لك الأهلي سلالة ولادة تتوارث جينات البطولة، ومقالة في النظر إلى الموروث الجيني بتاع النادي الاهلي جيل بعد جيل، كلها قيم ثابته، كلها معايير بطوله مستمره، وكلها حرص على النجاح الدائم جيلا بعد جيل. علشان افكركم اللي الاهلي وصل له النهارده يا جماعه من صداره انديه العالم، الاهلي بيعزز صدارته لانديه العالم الاكثر تتويجا بالبطولات المتنوعه في القرن الواحد وعشرين. احتفلنا بالقرن العشرين نادي القرن في افريقيا، طموحات الاهلي وصلت للعالميه. صحيح في البطولات القاريه بينافس ريال مدريد، لكن لو اضفنا كل البطولات الكرويه اللي بتلعب محلي وقاري هنلاقي الاهلي عزز صدارته لهذه القائمه اللي نشرتها صحيفه ميرور البريطانيه. الاهلي ب 44 بطوله دلوقتي بالفوز الاخير، البايرن ميونخ و 40 نقطة، 40 بطولة، وياتي بعد ذلك برشلونة وريال مدريد ومان يونايتد وده الجدول اللي حضراتكم بتشوفوه. لكن هو جديد علينا الثلاثيات ولا رباعيات؟ ده مش رباعيات الخيال، دي خماسيات الأهلي، دي خماسيات الأهلي تاريخيا بالمناسبة. هنشوفوا جدول بيعكس لكم حجم الإنجاز المجمع للأهلي عبر كل العصور عشان تعرفوا اللي بيحصل ده. زي ما قال كمال محمود، ده جين وراثي، جين وراثي بجد، لانه الثلاثيه اللي احنا بنحتفل بيها النهارده حصلت كاس مصر وكاس السلطان ودوري القاهره، الثلاث بطولات اللي كانت بتلعب في مصر في البدايه في موسم 24 25 26 27 30 31 فاز بالاهلي بهذه الثلاثيه، وحصل الثلاثيه بعد كده 49 50 و57 و58 دوري وكاس مصر ودوري القاهره. ثم سار الاهلي بثلاثياته وخماسياته بكل، يعني حصل بالثلاثيه 1 2 3 4 5 6 7، سبع ثلاثيات في تاريخ الاهلي، وفي رباعيه كان الاهلي خد الدوري والسوبر المحلي ودوري ابطال افريقيا وسوبر افريقيا 2008 2009 السنه الناريه. الخماسيه بقى اللي كانت 2005 2006 و2006 2007، الخماسيه كان دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وسوبر مصري وسوبر افريقي وثالث العالم، وتاهل لبطوله العالم وخد المركز الثالث. اذا في 10 ثلاثيات، في 2 خماسيه، في واحده رباعيه، وهذا هو الطمع
المشروع زي ما قال المهندس عدلي، واللي خرجنا الفاصل في الوقت المناسب ونطلع منه الفاصل، وبعد الفاصل ناس تانية هتتمسك بعظمة لسانها. أستاذ إبراهيم، ممكن أقترح عليك حاجة؟ اتفضل. ليه مزاج كده تبتدي بأديبيات عمرو، فقرة لذيذة الجمهور بيحبها. أديبيات عمرو؟ أديبيات عمرو. لا ده حتة أديب بقى، ده حتة من أديب عن عمرو أديب. طيب نشوف دلوقتي معاكم بعظمة لسانه. انسى يا عمرو، انسى يا عمرو بجد، ولو كنت اعلم خاتمتي ما كنت بدأت. قرأت الفنجان في 30/9 أو 30/12/2019 نهايات السنة اللي فاتت. الناس بتستشرف السنة الجديدة. الزميل العزيز عمرو أديب بخفة دم حب يستشرف الدنيا ماشية ازاي، جاب قارئة الفنجان أو قارئة الكوتشينة قالت كلام زمان ودلوقتي. عمرو أديب بعد ما حصل اللي حصل، هي ما قالتش حاجة إنما التعبيرات بتاعتها. شوف، لا خليكم اتفرجوا. اتفرجوا. خلينا نسأل عن النادي الأهلي. طيب الورق ده جديد خالص. ما هو الأهلي دايما يجيله الجديد. الغالي يجيله الغالي. صف النية. صف النية. ده الأهلي ده حبيبي، حبيبي ده حبيبي وابن حبيبي. الأهلاوية يا جماعة، الأهلاوية خلوا نيتكم معايا كده. يعني إيه عايز تسأل على إيه؟ لا لا، عامل إيه السنة دي؟ أخباره إيه في 2020؟ رغم إنها باينة يعني، بس ما تقول سؤال محدد يعني ومفصل ودقيق. هياخدوا الدوري؟ إجابة دقيقة. الأول تسأل كده. على إيه؟ الدوري. أنا لسه ما سحبتش. بس شكلها كده والله أعلم يعني. طيب الأهلي هياخد الدوري السنة دي 2020؟ إيه اللي يضحك طيب؟ ليه دايما الأهلي بيضحكوا؟ تشمتوا فيا كلكم؟ ده أنتِ وقعت على روحك من الضحك. هياخد التلاتة؟ والنبي ما تقوليها في وشي. والنبي ما تقولي إن هياخد التلات بطولات. قولي لي ياخد الدوري، ما انا عارف ان هو خد الدوري خلاص، انما ما تقوليش بالثلاثه. ايه؟ هو برج ايه؟ برج ايه؟ برج الجزيره. حظه نار. ها؟ لا يا اهلاوي، النهارده ايه؟ الخميس ولا ايه؟ نار. باين انك مش عارف تقولي في وشي. الثلاث طيب بطولات. كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب يا بيه. طيب خلاص انسي الاهلي خلاص يعني. لا اصله يعني مش محتاجه يعني قدراتك يعني. والنبي ما تقوليها. نار يا عمرو نار. الست ما قالتش حاجه، ما اتكلمتش، ضحكت بس. ولذلك انا يعني الحقيقه استاذ عمرو والله العظيم هو ده حاجه جميله جدا كيف يتقبل هذه الامور. مش معنى كده ان انا بصدق في الغيبيات في التكهنات وفي الكلام ده، لكن الحقيقه الفني انا الفكره على طول استحضرت اول الثلاثيه ما كملت، استحضرت اللقطه دي. فانت كملت عليها استكمال رائع بقى، وريني بقى. طيب لما حصل اللي حصل والتالته جت، عمرو اديب اتفرج عليها ازاي؟ طبعا جمهور الاهلي سعيد جدا وكانها البطوله الاولى. يا عم ما في اتنين قبل كده في الصندوق، ده غير اللي موجودين في الصندوق اللي في النادي. هو في حاجه تاني يعني؟ هل مثلا في بطوله الترماي مثلا او حاجه يعني؟ في بطولات تانيه الاهلي ما خدهاش؟ في اي بطوله البلي مثلا المسافات الطويله؟ في اي بطوله الاهلي ما خدهاش السنه دي؟ كاس العالم للانديه؟ لا ده مش عندنا بقى كمان يعني. كمان طبعا احنا نحب جدا ان الاهلي ياخد كاس العالم للانديه، دي شيء يفرحنا كمصريين، انما انا تعبت. عمرو عيط، عمرو تعب بقى خلاص، عمرو تعب يعني، عمرو عيط خلاص، عمرو يعني معلش معلش. تبقى زملكاوي تبقى اسماعيلاوي، النصر يجب ان يتم التهنئه عليه. وما دام انت كسبت تبقى الاحسن. ما دام انت كسبت حلال عليك. والنهارده بقى يطلعوا يقولوا لك الثالثه يا اهلي والرابعة يا أهلي والخمسة، تحس إن إحنا في مدرسة ابتدائي.
نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. بقوا ثلاثه، بقوا اربعه، بقوا خمسه، كفايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري، شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لسه أربعة وخمسة هيتلعبوا، يا رب يبقوا خمسة وخميسة. يعني ده إجابة على سؤالك يا عمرو، لسه في حاجة تانية في اثنين سوبر يا عمرو بقى، ما خليك حلو. طب ما نشوفه مع مصطفى عبد عمل إيه؟ قال له ما زهقتوش. هو كابتن الخطيب ما زهقش من حكاية إنه كل شوية يجيبوه الاستاد وشيل الكاس وتصور مع الكاس، بعدين يروح وبعدين يلبس بدلة جديدة ويجي يشيل الدرع، ويعني ما زهق يعني الحكاية دي ما زهقش منها كابتن الخطيب. لا الخطيب مصمم، لأن في عندنا لسه مكانين فاضيين تانيين للكؤوس، فمصمم إنه يملى الدولاب ده ونقفل عليه سنة 20. في مكان في النادي الأهلي لسه هيتحط فيه كؤوس، في مكانين، في مكانين ان شاء الله. هو عمرو دائما ينهي بسؤال، في اماكن احنا نخلق الاماكن يا عمرو، بس نكبر ساعة ما نكسب حنلاقي اماكن. انا اسيب له مكاني، اي كاس عايز يجي يقعد اسيب له مكاني اينما كنت. الكاس اهم. الكاس لا، بس يا رب الاهلي يكمل كده يا رب، يا رب البطولتين جايين، وخصوصا بطوله افريقيا احنا عايزين نقرب. طبعا عايزين نقرب من ريال مدريد، كون فرق ست القاب بقوا خمسه، عايزينهم يبقوا اربعه بقى، والسنه الجايه حلال حلال. بس الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لعمرو، طب انت مش ناوي بدل ما قاعد تعد وتحسد ما تغير؟ نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ مع عمرو اديب النهارده. كوره كمان لدرس الحقيقه، يعني صوره مشرفه للكره المصريه والاجواء المصريه والرياضه المصريه. يعني كونك ان انت قبل المباراه تبقى بالشكل ده والشراسه دي اللي في الموجوده في الملعب، وبعد اللقاء نعمل ممر شرفي لفرقه الجيش عشان كان حاجه جميله انا اشدت بيها بجد، فعلا شيء محترم. الكابتن الخطيب قال ايه النهارده بعد ما خدتوا الكاس؟ قال ايه النهارده؟ هو قال لها طبعا الف مبروك، لكن يعني طبعا احتفاليه الكاس والفرحه بتاعه الكاس طبعا كانت كل واحد في 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 سكته وطريقه يعني. وانا عارف كويس قوي 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 ان من بكره وبعد بكره هتبدا الافراح وسعاده وبهجه، عارف كويس قوي. لكن من يوم الثلاث ده اول تمرين لينا، هتحضر لحاجه جديده يعني. كابتن سيد، سؤالي الاخير قبل ما اسيبك وتحتفل وتنبسط، انا شفت تعبيراتك بعد البينالتي بتاع ايمن اشرف، كنت متفكر في ايه في اللحظه دي؟ والله يعني انا في اللحظه دي تحديدا يعني قلت صعب قوي، يعني صعب يبقى عندك البنالتي الرابع والبنالتي الخامس يعني يضيعوا الاثنين وتخسر الكاس. انا كنت عايزك تبقى مطمن، كنتوا هتاخدوا الكاس هتاخدوه، ما بتحصلش. الا لا يا اخي، الا الاهلي. طب بعد كل السنين دي وبعد كل الخبرات والمواقف ديت، يعني الواحد بيراجع نفسه. يعني انا براجع نفسي لو اتلعبت ملحوظه ولا اثنين، مش هتراجع نفسك انت كمان؟ لا مش هراجع، سنظل اوفياء يا كابتن. يا على فكره برضو عمرو اديب بقى يعني خلاص، كل حتى الفنانين الاهلاويه بقى في حلو بينهم وبين عمرو اديب. هو ده لذيذ. ايوه يعني هي دي الرياضه، كيف وهي دي الروح. ازاي الناس تقدر حتى تتبادل كل الناس خليتها بهذا الاتيتيود، المرح وال بالظبط. مين انت بتحفل على نفسك، مين هيحفل عليك؟ خلاص قفلت السك. لكن انا عايز اقول له حاجه اجابه على يعني او استكمالا لسؤال الكابتن سيد، ما بقول له مش ناوي بقى يا عمرو، انا سنظل وفاء. فانا بقول له انسى يا عمرو اللي هو خليك وافق يا عمرو. لكن الفنانه صابرين الحياه الاهلاويه الجميله عملت مداخله مع عمرو اديب، نشوف قالت له ايه. انا صابرين. صابرين. ايوه أنا بكلمك من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي، عشان أقول لكم مبروك. أصيلة يا أختي، أصيلة أصيلة والله، وحياتك لأقول له. أنا عايز أقول لك يا عمرو، أنت وطارق جوزي مش ممكن نفس الكلام. يعني هو مين اللي باينك يعني؟ الأهلي ولا طارق جوزك؟ يعني أنت بتختاري الأهلي؟ يعني أنت عمرو، أنتوا نفس كلامكم واحد.
واحد، البلنتي جابوا بلنتي، وثلاث فاولات ما تحسبوش. ده انتوا نفس الكلام انتوا بتسمعوا لبعض المحاضره ولا ايه؟ قبل بنسمع لبعض ليه بس؟ وبعدين انا عايز اسالك سؤال، ايه اللي هيقعد لك، الاهلي ولا جوزك؟ الاهلي طبعا. الاهلي؟ لا اله الا الله. انا هطلع، انا عارفه بعد المكالمه دي، بس خلي بالك احنا مصريين سواء الاهلي او الزمالك. لا 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 لا، والنبي الله يخليكي مش عايز النغمه دي، انا زعلان. يعني ايه سواء؟ لا ما ينفعش سواء. لا يعني انت النهارده لو كان الزمالك كسب كنت هتقولي لي سواء الاهلي او الزمالك؟ لا طبعا. أيوة انا زعلان. انا كنت هخش بقلب جامد جدا اقول لك الف مبروك يا عمرو، اخيرا فرحته يعني. اخيرا. لا انا اجمل حاجه عمرو لما انت قعدت تقول ايه، يا ريتني ما كنت بصيت، يا ريتني. ده انا اول قلت لهم واحد فنان، وفعلا فنان قفش 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 يعني. وانا بقول بس يعني كاني حضرت روحه. يا عمرو احنا لازم نعلم الناس لا للعصبيه لا لل يعني كل الكلام ولا للهزيمه يا اختي. هو انا وانا اقعد عمرو عادي. مبروك لمصر في الاخر. مبروك لمصر يا عمرو. باتي عند واحده، باتي عند واحده صاحبتك او عند اهلك النهارده؟ هتطلع والله، لو اتطلعت هيبقى خبر حصري عندك بعدين. شكرا صابرين. انت بالذات يا عمرو مش من حقك تندهش من موقف صابرين، انت عايش هذا الموقف. يعني هو عمرو مش مع لميس، الاستاذه لميس مش عايش هذا الموقف. طب ما تيجي نشوف الاستاذه لميس هتقول ايه. اه مردودالك. الاهلي فاز بكاس مصر، ادي مشاهد الاحتفالات في الجماهير في الشوارع كده. الاهلي وشنا حلو على الاهلي. اه وشنا حلو الحمد لله. وشكوا حلو عليا يا جماعه. خلوني اقول لكم بقى الحقيقه، يعني انا ماسكه اعصابي، ماسكه اعصابي في الاخر. لا لا وشكوا حلو عليا. كده انا مبسوطه يعني. انا الحقيقه بحيي طلائع الجيش، لعب مباراه مهمه جدا، لعب مباراه جاده واشتغلوا وجابوا جون التعادل في اخر لحظه، لكن هذه هي الكوره وهذا هو الاهلي. نادي القرن ارجوكم، معلش يا جماعه مشاعر بقى يعني، ارجوكم مش قادره. ده كاس الثاني عقبال كاس السوبر الافريقي يا اهلي، يلا شد حيلك. فيعني ده مشهد الناس في الشوارع، والكاس مصر يضاف للكؤوس الثانيه الكثيره اللي عندنا الحمد لله. متواضع. متواضع يعني، اخذلتم تواضعنا ما علينا. وعلى الاهلي ان انا مبسوطه جدا جدا. وبصوا يا جماعه انا ما بعرفش اخبي فرحتي، ببقى زعلانه بيبان عليا ان انا زعلانه، لما ببقى فرحانه بيبان عليا فرحانه يعني. ولا عزاء لكل الناس اللي زعلانه او الناس اللي يعني. عمرو اديب عمال ماسك صابرين، وهتعملي ايه مع جوزك؟ هتعمل انت ايه مع الاستاذه لميس مدامك بقى؟ هو ده الاهلي، وهي دي الكوره، وهي دي الروح الحلوه، وهي دي البيوت المصريه الطبيعيه. دي البيوت المصريه، اهلاوي وزملكاوي، بس شوفوا الروح المداعبه اللطيفه اللي بين الناس مع بعضها. لهذا جعلت الرياضه، ولهذا كانت كره القدم مهمه. لكن اللي بعد الفاصل هو الكلام الرخم قوي. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قبل الفاصل الكلام الحلو والروح الطيبه جدا والمداعبات اللطيفه حتى في كل الاحوال، وده على فكره هتلاقوها في حاله من السعاده، هتلاقيها عند الاستاذ احمد موسى، عند الاستاذ تامر امين، عند الاستاذ محمد علي خير، مع الاستاذ عمرو اديب. كلهم بيعبروا عن انتماءاتهم الرياضيه بخفه دم وبمداعبات لطيفه جدا. لكن لما اجي بقى الاقي الفيديو المتداول او الرساله الصوتيه المتداوله في السوشيال ميديا، استاذ مدحت العدل بعت رسالة صوتية للأستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكورة، كلها ألفاظ خارجة، كلها إساءات لمنظومة التحكيم، وكلها اتهام مباشر للنادي الأهلي وبطولاته. وانتشرت طبعا هذه الرسالة الصوتية عبر صفحات كتيرة جدا، انتشار مخيف وعجيب يا باشمهندس. بص يا أستاذ إبراهيم، وهو بيحاسب بس كان لازم نسمعه عشان نعرف نعلق. هأجل تعليقي لما نسمع. مش هنقدر نجيب الرسالة نفسها، لكن هو استضيف في قناة دي ام سي وسئل عن هذه الرسالة ايه سببها، برضو حريص على التقليل من شأن بطولات الاهلي. نسمعه. عمرو صديقي يعني زملكاوي يعني بتوع درجة التالتة يعني. وانا متعود اتكلم معاه يعني، ما تحصل حاجة ما تعجبنيش اكلمه، بان هو بقى مسؤول دلوقتي.
فانا كنت بتفرج على الماتش بتاع الاهلي والزمالك ورا بعض كده، وحصلت اخطاء تحكيميه فادحه. الماتش الاخير اللي هي كسب فيه الزمالك، لا لا مش البطوله الافريقيه، لا كان الزمالك بيلعب طلائع الجيش والاهلي بيلعب اتحاد سكندري. مظبوط. والفرقتين اللي هيكسبوا هيلعبوا الفاينل يوم الثلاثاء اللي فات. فحصلت يعني اخطاء فادحه. خلاص. فالنتيجه لهذه الاخطاء اللي لعبوا طرفين النهائي كان ممكن مش هما اللي يلعبوا، كان ممكن جدا يبقى الزمالك والاتحاد السكندري اللي بيلعبوا. طيب انت حددت باخطائك مين اللي هيلعب، تدخلت. فانا بكلم عمرو الجنايني ببعت له فويس نوت، يا عمرو انت بتتفرج على اللي بيحصل مش عارف ايه. فرجع قال لي انا بناتي عندهم كورونا، قلت له على فكره انا بنتي كمان عندها كورونا، بس ده ملوش اي علاقه باللي انا بقوله. يعني اذا كان الفار بيشتغل لنادي واحد وانت مش قادر على المنظومة استقيل. انت عملت ازاي الكلام ده؟ معرفش. لا انا ازاي بقى انا معرفش، بس انا بكلم عمرو صديق. فالتحكيم في مصر منظومه غير عادله ودائما منحازه، حتى لما بيكون فيه محاكمين اجانب. لا محاكمين اجانب ده موضوع تاني. لكن المحكمين المصريين اللي بيتحكموا في الدوري ومتحكمين في كاس في انحياز واضح، ومليون يعني مليون مره ومليون قضيه ومليون حكايه وكلب مكيالين وهكذا. فاحنا بنقول اهو من دلوقتي اهو الدوري اللي جاي هاتوا لنا رئيس لجنه حكام من انجلترا. ما انت معاك حكام اجانب يا استاذ عمرو، يعني في كل ماتشاتك مع النادي الاهلي. استاذ مدحت. يا استاذ مدحت. لا عمرو. يا استاذ مدحت انا عايز افصص كلامك، معلش يا استاذ ابراهيم. اتفضل. لان الفقره دي مهمه جدا. هو يتهم الفار ويتهم عمرو جنايني مشجع الدرجه الثالثه الذي يصفه انه مشجع درجه ثالثه. يتراس اداره الكره في مصر الان طالب منه انه يتحيز له والا يشتمه. ما هو انت احنا عشنا الفتره اللي فاتت الضغط على المسؤولين، ابتزاز المسؤولين عشان تفضل تضغط. هو مسموح له يقول له التحكيم ويشتم في التحكيم، ويكرر اتهامه للتحكيم ويكرر اتهامه للنادي الاهلي. طبعا انت كنت حر في تقول اللي تقول، لكن اذا ذكرت الاهلي لازم يترد عليك. استاذ عمرو وانت عامل بلاي باك كده وعايز تقول ماتشين الاتحاد مع الاهلي، هنجيب لك دلوقتي راي الخبراء، وماتشين الزمالك مع طلائع الجيش، ثم ما قدرش يقول حاجه في النهائي طبعا. لكن هو انت ليه ما رجعتش للبطولات اللي كسبتها؟ هو انت ليه ما رجعتش للكونفدراليه ولقطه جنش الشهيره اللي اصلا كانت تطيح بمشوارك في الكونفدراليه، لكن احتفيت انك كسبتها؟ ما افتكرتش الفار خالص، ولا افتكرتش المخرج اللي ما عادش اللقطه. طيب الماتشين بتوع الكاس بطولتين ترتب عليها بطولات السوبر بعد كده اللي لعبتهم مع سموح، ما اتكلمتش عنهم ليه؟ وما اتكلمتش على اخطاء التحكيم اللي ما حدش اتكلم مع النادي الاهلي، ما اتكلمتش ليه في السوبر اكتر من مره والحكم التشيكي طالع يقول لك كان له ضربه جزاء الاهلي وما كانش فيه فار؟ ما اتكلمتش ليه على ماتش الاخراني اللي انت كسبته وطلعت تحتفل، اللي كل كلامك المتناقض على السيطره بيه بعديه، والاهلي يستحوذ على كل ارقام المباراه ما عدا احراز الاهداف، وان له ضربه جزاء مؤكده لم تحتسب؟ ما اتكلمتش ليه؟ كنت بتنعم بهذه الاخطاء وبتسعد بيها، لكن انت عايز تكون انتقائي، انت عايز تكون الاهلي ما خدش حقه ابدا، وانت ما تاخدش غير حقك واللي مش حقك. يا استاذ عمرو، يا استاذ مدحت، هذا الكلام لو اتحاسبنا الحزبه خسرانه قوي معاك، راجع نفسك. واتكلم الاستاذ مدحت العدل على واقعتين، انه لولا التحكيم كان ممكن طرفي النهائي ما يكونوش النهائي. قال لك الزمالك والاتحاد. انا سايبها لك تحللها بقى. ما يبقاش الاهلي والجيش. ما يبقاش الاهلي والجيش، لولا التحكيم. لولا التحكيم. والمصيبه الكبيره انه مدحت العدل يطلب العدل على مقاسه. على مقاسه. ايوه. العدل من وجهه نظره، مش العدل الطبيعي والعدل الحقاني والعدل يرضيه. العادل بين الناس، لا، العدل اللي يرضيه هو. اللي ما فيهوش عدل. او بمعنى اصح العدل اللي يظلم الاهلي. اللي ما فيهوش عدل. العدل الظالم للاهلي، هو ده مفهوم العدل. والا طيب انت اتكلمت على التحكيم. ما استاذ جمال اخوه
قال لك انا سعدت بهزيمه الاهلي اكتر من اكتر الزمالك. انتوا متخيلين هذا النموذج استاذ ابراهيم يا جماعه؟ افرحوا بالزمالك، مالكم ولا الاهلي؟ هو الاستاذ مدحت وقال لي عاد ما افتكروش انهم زملكاويه غير دلوقتي اللي بقالهم سنين. ليه تصدير مشهد التعصب والتحريض؟ هو استنساخ لظاهره اعلاميه بيتكلم زيه بالظبط وبينبش زيه بالظبط في كل ما هو يؤدي الى تأجيج المشاعر وتعميق الشعور بالمظلوميه. وهنتناقش بالوقائع. انت ذكرت ماتشين لولا التحكيم ما كانش الاهلي كسب الاتحاد وما كانش الزمالك خسر من طلائع الجيش، مش ده كلامك؟ طيب خليني اخدك ونروح لخبير التحكيم الكابتن احمد الشناوي، مش في قناه الاهلي، في اون سبورت، وهو بيحلل وقائع مباراه الاهلي والاتحاد. الحكم احتسب ركله جزاء، هنا الفار الحكم ملوش دعوه، الحكم هنا بيشوف حاجه مهمه، حكم الفيديو بيشوف هل هي دي ركله جزاء صحيحه ولا لا. طبعا الحاله دي من هنا يهمه انه يشوفها ان اور اوت، جوه ولا بره. هو عمل تشيك على الحاله، لا في فعلا في خطا لكن من بره عشان كده. طيب الناس تقول لك طب الحكم ما راحش ليه شاف؟ دائما القرارات المكانيه ما يروحش فيها الحكم الا في القرارات الحساسه جدا والاوقات الصعبه جدا في المباراه، او تكون نتيجه مباراه متعلقه على اللعبه دي. فطبعا هنا في اللعبه دي بالشكل ده واضح ان سيسي بدايه العرقله بالشكل ده او بدايه احتجازه خارج منطقه الجزاء، فبالتالي ركله الجزاء طبعا مش ركله لكن الخطا موجود لكن من خارج منطقه الجزاء، وبالتالي هنا الـ 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 الحكم اهو شايفين اهو اهو بدايته هنا اللعب هنا لاعب النادي الاهلي نزل بايده ومنع سيسي من جوه ولا من بره؟ من بره خلاص، يبقى الكره من بره. سيسي رجله على الخط، لا هو ماليش دعوه برجل سيسي. انا راجل هو ماسكه انا ليا جسمه اللي هو المخالف. فبالتالي هنا الخطا طبعا من كره من واضحه جدا ان الكره من بره، وبالتالي قرار الحكم الفار قرار صحيح مفيش كلام مفيش يعني مفيش يعني فصال زي ما بيقول. راي الكابتن الشناوي واضح وقال لك الفار يا جماعه احنا بنتكلم في ان اور اوت، الخطا حصل جوه ولا بره. وبالمناسبه في تفرقه بين خطئين في الناحيه التحكيميه، لو المساله بتتكلم في الشد فالشد ممكن لو بدا من بره ودخل جوه استمرار الشد يتحسب على اللي جوه، لكن العرقله او الاعاقه لو حصلت بره والسقوط جوه يبقى مكان الخطا نفسه مش مكان السقوط. وده كلام الف بقى تحكيم، واللي اتكلم ده خبير تحكيم دولي مش احنا برضه. لكن لو عايز تتكلم على سبيل بقى التوقيع بين الاهلي والاتحاد وجماهير الاتحاد والاهلي خد الحاجه اللي مش من حقه واللي انتوا اللي كانوا المفروض تصعدوا، هحيلك برضه الى راي واحد من نجوم الاتحاد التاريخيين الكابتن محمد عمر في استوديو تحليل هذه المباراه. كيف راى محمد عمر النادي الاهلي وقيمته يا استاذ مدحت؟ يعني عايز الخص كلامك حضرتك وكلام عماد في حاجتين اللي تؤمر بيها كابتن لا عماد يعني قال جمله مهمه جدا، يعني ان احنا بنفرح النهارده وبكره وبعد كده بنفكر في البطوله. هي دي السمات اللي موجوده في فرق البطوله. والحقيقه نموذج لهذه يعني هذه الفرق ونادي الاهلي. نادي الاهلي نادي بطولات، نادي ما بيوقفش على بطوله، نادي بيفكر دايما في اللي جاي ايه، عكس الحقيقه معظم الانديه او كل الانديه اللي موجوده في مصر الحقيقه يعني. طبعا ما اقدرش ابخس حق نادي الزمالك، لكن الاهلي انا وجهه نظري مختلف. ويمكن دايما بقول عن النادي الاهلي حاجه وليد هيضحك يعني، والنادي الاهلي انا من وجهه نظري كنادي مؤسسه هو نادي بصبغه اوروبيه كتب عنوانه خطا في مصر. كان لازم يكون في اوروبا النادي الاهلي بالمفاهيم. بالعكس يعني حتى لو كده ويبقى في مصر، دي وجهه نظري. يعني اقصد الفكر ده نادي يعني والدليل على كده هو بعد ريال مدريد اعتقد في عدد البطولات. فنادي كابتن خطيب في اخر يعني اخر احتفاليه قال لهم كده، قال لهم احنا يعني احنا دلوقتي بننافس ريال مدريد في الارقام يعني. دي حقيقه يعني. لا فالنادي الاهلي نادي مختلف، نادي بطوله فعلا،
نادي ماشي على سيستم الحقيقة ما فيش حاجة بتروح كده أو كده يعني، فهو نادي يحترم الحقيقة، وكلام عماد كلام منطقي. يعني الكابتن محمد عمر لو كان هناك ظلما قد حاق ولا استشعر أن ظلما قد حاق بنادي الاتحاد السكندري، هو كان أقدر واحد وأولى واحد أن إظهار غضبه، التركيز على الأخطاء التي حصلت، ولكن بالعكس هو كان كل دوره يؤكد أن النادي الأهلي في حتة تانية، وأنه بيحصد البطولات لقيمة النادي الأهلي. فالناس، وده كان بعد انتهاء المباراة مباشرة. وتذكروا أن أنا جبت رأي أحد الحكام السكندريين العقلاء جدا الموضوعين جدا اللي ما زال له دور مع التحكيم المصري، كابتن وليد شعبان، وقال نفس الكلام بقى على المباراة دي تحديدا، وقال أن الخطأ كان من الخارج، وهو رجل سكندري اتحداوي حتى النخاع. الذين يعبثون في العلاقات من فضلكم بره الحلبة، بره الحلبة. الزمالك وطلاع الجيش، طلاع الجيش استحق الفوز 3-1 على الزمالك عن جدارة، واستحق أداء مباراة نهائية ممتعة جدا سقفله الأهلي فيها وعمل له ممر شرفي في النهاية. هو أنا عايز بس قبل ما تروح لدي أنا عايز أسأل أستاذ مدحت، بما انه بيرجع فلاش باك، ما رجعتش ليه على ماتش اف سي مصر الذي يعني اطيح به، وانت وكل الناس قالت كده، ان حتى في الوقت الاضافي ضربه الجزاء اللي اتحسبت كانت من الخارج ونوه عنها. هو يبحث العدل على طريقه مدحت العدل، لكن لو عايز ما كانش هيوصل بقى لطلائع الجيش ساعتها. لو عايز يدور على التحكيم في مباراه طلائع الجيش وازاي طلائع الجيش كان جدير بالفوز، ناخدك ونروح للكابتن سمير عثمان في اون تايم سبورتس. طبعا هي من اللقطه دي تبين طبعا اهميه تقنيه الفيديو اللي موجوده عندنا دلوقتي. يعني لولا وجود تقنيه الفيديو تم احتساب هذا الهدف. والدليل على كده ان هتلاقي مساعد الحكم تحسين ابو السادات واقف كويس جدا، بس هو شايف الكره مش تسلل، بس طبعا واضح تسلل اخر ثاني مدافع من فريق طلائع الجيش، طبعا كان لعيب نادي الزمالك مسابقه. والحمد لله، الحمد لله في الاخر وصلت للعداله. حكم الفيديو طارق مجدي واحمد حسان رجعوا الحكم وفي تسلل سليم. طبعا دي حاله من الحالات، دي في الدقيقه 3، دي في الدقيقه 53 تدخل عنيف على رؤى من فرانك ستيفن. راي حضرتك من الحالات اللي لازم محمود البنا بعد كده يركز كويس جدا في المباريات، لان مشكله الكره دي بالنسبه لي انا ان محمود ما حسبش اصلا ان الفاول في الكره دي. يعني هو مجرد الفاول برضو ده ما اتحسبش، لا طبعا لازم يبقى في تركيز افضل. هنا كان لازم يتم احتساب الفاول، ده رقم واحد. رقم اثنين كان لازم يبقى في كارت اصفر. طب نكمل. طبعا الدقيقه 78 مطالبات من لاعبي طلائع الجيش بطرد محمود علاء بعد تدخل قوي من ناصر منسي. بص، هو طبعا اللي احنا شايفينه هتلاقي محمود داخل بلعب فيه تهور على لعيب طلائع الجيش. تمام. قصاد مساعد الحكم رقم واحد تحسين ابو السادات. طبعا هنا كان لازم يبقى فيه الفاول، تم احتساب الفاول، بس كان لازم يبقى فيه كارت اصفر طبعا لمحمود. هي صعب. طيب، يبقى برده كان يستحق عليها اصفر وثم بطاقه حمراء. طيب، الكره دي قدام حضرتك شايفها ايه؟ دي ضربه جزاء كان صفر عليها البدنه، وبعدين الفار قال له لا تعالى، ثم اتلغت لاسامه فيصل. طبعا التأذير بتاع محمود هنا مش سليم في الكرة زي دي، مش سليم. مش سليم. اما نيجي نبص مفيش ولا احتكاك بالرجل ولا احتكاك بالايد. لعيب نادي الزمالك سقط لوحده بداعي التمثيل. بس هم بيشتغلوا خلاص كتيم ورث واحد. هو حسب حكم الفيديو رجعه، بس ينقص القرار ده. كان لازم لعيب نادي الزمالك ياخد انذار للتحايل. نروح للدقيقة 93، ركلة الجزاء لصالح طلائع الجيش داخل المنطقة، نعرف رأي حضرتك فيها إيه؟ يعني طبعا ركلة الجزاء، هو لعيب طلائع الجيش خد لعيب نادي الزمالك على بره، في طبعا في احتكاك. طبعا قرار محمود سليم. بص موقف تمركز محمود هنا كويس جدا، ما خلاش أصلا حد يفكر بتوع الزمالك يروح للحكم يقول له يعترض في حد. يعني كم الأخطاء التي حدثت في هذه المباراة كان الزمالك هو المستفيد منها. هو كان عايز يحسب الجون الأولاني صحيح. أنت يا أستاذ مدحت كنت فعلا عايز تحسب الجون الأولاني الأوفسايد المؤكد؟ هو أنت يا أستاذ مدحت كنت عايز تحسب ضربة الجزاء اللي فيها تمثيل وكان يستحق اللاعب عليها إنذار؟ هو أنت يا أستاذ مدحت
ازاي رضيت ان لعيب عندك يدي لعيب بالكوع وهو ما يطردش؟ هو انت ازاي مضحك؟ كنت عايز ضربه الجزاء بتاع طلاع الجيش ما تتحسبش، انت عايز ايه بالظبط؟ هي فين العداله اللي راحت هنا؟ استاذ مدحت انت قيمه ما يصحش يخرج منك الكلام ده، انت قيمه مؤثره. ارجع ارجع لقيمتك الادبيه وانسى والنبي الدور اللي عايز تلعبه، الا اذا كنت ليك اهداف اخرى من هذا الامر هنعرفها بعدين. الزمالك فريق كبير عنده بطولاته، لكنه خسر من طلائع الجيش لانه طلائع الجيش كان يستحق انه يكسب. طلائع الجيش كان يستحق ان الناس تسقف له. ده مش كلامنا. حتى الرأي الفني في المباراة هقول لك بلاش، روح للكابتن طارق يحيى كابتن نادي الزمالك ومقدم البرامج في قناة الزمالك، اسأله يا أستاذ مدحت أنت شفت من الناحية الفنية الزمالك وطلائع الجيش إزاي؟ هل طلائع الجيش كان يستحق يكسب ولا الزمالك اتظلم وكان محتاج العدل بتاع مدحت العدل؟ اسمع الكابتن طارق يحيى. من وجهة نظرك فسر لي تصريحات الكابتن فاروق جعفر فيما يتعلق بانه باتشيكو مش عارف حاجة عن نادي لا الزمالك. هو يقصد في المباراة دي، في المباراة ممكن دي يكون ممكن يكون قصده في المباراة دي ان هو ما كانش ما يعرفش امكانيات لعيبته في المباراة دي ولا مباراة الجيش ولا لعيبة الجيش. وهو الحقيقة انا فعلا يعني تعبت نفسيا في المباراه. انا وانا بتفرج على مباراه ابراهيم كنت تعبان نفسيا قوي. ليه؟ لا مش مصدق. طبعا بص في غيابات، ما بقولش لا، في غيابات كتيره، في غيابات وفي خروج من في النهائي بالظبط صفر لليابان يعني. وفي تغيير مجلس، وفي عندك اصابه اوناجم في الاول ما كانش في حسبان خالص. ماشي. اول 20 دقيقه كل الامور دي تجمعت، لكن انا كنت قاعد مزهوق يا جماعه في ايه؟ عمال في ايه؟ مش ممكن يا جماعه، مش في ايه يعني. الواحد كان طالع على الهواء فعلا بعد الماتش مش قادر يتكلم خالص، لكن يعني كنت قاعد مذهول ومش مصدق. ويعني هو ده الفرق الفني، فرق كسب 3-1 وبجداره شديده جدا. واذا كان الحساب في هذه المباراه لا، اللي اتظلم تحكيميا قطعا كان نادي طلائع الجيش. وانت اذا كنت عايز تحسب ارجع بقى لمباراه اف سي مصر يا استاذ مدحت، كفانا كلام عند هذا الامر. لكن لانه حتى الفار يا باشمهندس، هو ايه فكره بقى؟ اصل الفار لما اتعمل ده، احنا جبنا لك امير مرتضى قال لك لو الفار اتعمل من اول الدوري كنا خدنا الدوري من احساسه بما ناله من الفار. وجبنا لك الحلقه اللي فاتت خالد طلعت الناقد الرياضي الزملكاوي وعامل حسبه رقميه كامله ان الزمالك الاكثر استفازا باخطاء او بتقنيه الفار. الفار ما تدخلش عشان يطرد محمود على في مباراه اسوان، اتفضل البوكس. الفار كان نايم اهو، اتفضل وتكرار وعلى قدام عين الحكم ده العدل. بوكس اتفضل يعني. ولسه من بدري محمود علاء في ماتش الطلائع نفس الخطا وما بيطردش وما بياخدش انذار زي بالظبط. الفار لما يتدخل ويطرد اليو ديانج في مباراه الاهلي ووادي دجله، ما حدش بيقول ده الفار. بعد ما الكرة خلصت اهي بعديها يتم استدعاء الحكم من قبل الفار عشان يتقال له اليو ديانج يستحق الطرد، وتم طرده في مباراة وادي دجلة. استمر فيها اللعب فترة، استمر اللعب، لكن الفار الفار اللي انتوا شايفينه احمر. كابتن احمد فتحي نفس الشيء، احمد فتحي في مباراة اتفضل اهو ابراهيم نور الدين والحكم الفار بيستدعيه يرجع يطرد اليو ديانج. الاهلي ما اعترضش، الاهلي اللي كان اول نادي بعت لاتحاد الكره ايام المهندس هاني ابو ريده وطلب الاخذ بتقنيه الفار. اللي عايز يبحث عن مبررات احمد فتحي هتشوف احمد فتحي يا باشمهندس. احمد فتحي في مباراه الاتحاد وضربه جزاء نفس الوقائع. الفار لما بيتدخل محدش بياخد باله. خلي بالك ان الكابتن احمد فتحي الاهلي محدش بيتكلم. الكابتن احمد فتحي وكره جايه ناحيته كان رافع رجله، اللاعب نزل والتحم معاه، يعني هو ما كانش شايف. بص مش شايف لاعب الاتحاد عشان يعني يتقال ان هو ضربه في وشه، انما هي حصلت وقبلها الاهلي وكان فيها ضربه جزاء. قبلها الاهلي وقبل تقنيه الفار وطالب دايما وابدا بالعداله المطلقه للجميع، مش بطريقه الكابتن، مش على طريقه مدحت العدل.
دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.